هلا اذا بتذكر بعد ما طلعنا هاي الماتريكس اللي موجوده هون، هاي الماتريكس كانت بالنسبه لهذا الشكل اللي فيها التيرمز اللي هون، ففيها برودكت اوف انرشيا. جينا بدنا نستعمل البارالل اكسس ثيرم حتى احول هذا، هاي عندي هون اي اكس اكس حوالين، اذا كانت معروفه حوالين السنترال بوينت اللي موجوده هون، بدي اطلع اي اكس اكس بالنسبه لنقطه نيو، والنقطه نيو هذه شفتت بمقدار عن هذا الاكسس اللي موجود هون بمقدار دلتا زد دلتا اكس، فالطول هذا رح يكون دلتا واي تربيع زائد دلتا زد تربيع، فرح تصير اي اكس اكس نيو تساوي هون اي اكس اكس سي زائد، هلا رح تصير الماس اللي موجوده هون مضروبه في مربع الشفت اللي صار اللي هو دلتا واي تربيع زائد دلتا اكس تربيع، كل هاي تحت الجذر وهي بتصير اي اكس اكس سي زائد ام في دلتا واي تربيع زائد دلتا دلتا واي زائد دلتا زد، تكون هاي هاي هون دلتا واي زائد دلتا زد تربيع، وهاي اللي هي اكس اكس نيو. فاذا نقلنا هاي على الجهه الثانيه بصير عندي اي اكس اكس سي بتساوي اي اكس اكس نيو ناقص ام دلتا واي زائد دلتا زد تربيع تربيع. حتى اطلع العلاقه الاي اكس اكس حوالين السنتر بالاي اكس اكس اللي اوف السنتر، يكون عندي الاختلاف بينهم وهاي المعادله من هون اللي هي تعتمد على التغير في دلتا واي والتغير في دلتا زد. وبنفس الطريقه اذا جينا طلعنا على جسم هون واحنا في عندنا اي اكس واي بالنسبه للسنتر من هون، بدي اطلع عملت هون شيفت، نفترض هذا هو الواي، فعملت انا شيفت في الواي بمقدار دلتا واي، فهذا تحرك من هون لهون، بعدين عملنا شيفت في الاكس اكسس، فهذا اكس السنتر وهذا واي السنتر وهذا اكس نيو، وهذا هون كان صار عندي واي نيو، واحنا عندنا اي واي اكس واي سي الاصليه، نطلع او عندي هون هذه اللي هي نيو واي اكس واي سي بتكون ماينس ام دلتا اكس دلتا واي من هون، فبصير عندي اي اكس واي سي تساوي اي اكس واي نيو زائد ام دلتا اكس دلتا واي، هذول هم المعادلتين اللي استعملناهم حتى نعمل ترانسفورميشن ونحول هذا الجسم نحوله للجزء الجديد